ورجعنا لكم مرة تانية في كلام البنات. نص الوزن عايز يتشال، ده مش مثل شعبي ولا حتى جملة عادية، لا دي مبادرة مهمة جدا بتحارب السمنة وزيادة الوزن. طيب يا ترى ازاي نشيل نص وزننا؟ خلونا نعرف الإجابة من ضيفتي الموجودة معايا النهاردة في الاستوديو، الكاتبة ولاء سمير، مؤسسة مبادرة نص الوزن عايز يتشال. ازيك يا ولاء؟ يا سارة مساء الفل. احنا النهاردة يعني بصي هنستغلك أسوأ استغلال، استغلوا هنبقى عايزين نعرف منك كل حاجة. وكمان معايا مشترك في المبادرة وعمل يعني شاط فظيع جدا، خس حوالي، هو كان وزنه 145 كيلو، هنعرف بقى منه ازاي عمل ده. هو على فكره هو خس اكتر من النص. معايا محمود عبد الرازق. ومحمود انا اهلا وسهلا بحضرتك، يعني برحب بيك النهارده. مش محمود عبد الرازق صح؟ ايه؟ محمود عبد الرازق. طيب امال ايه؟ محمود محمد هيكل. محمود محمد هيكل مش عبد الرازق خالص؟ لا ده يعني طب محمود عبد الرازق قبل ما تتخن طيب مثلا. انا برحب بيك معايا النهارده ومبسوطه جدا جدا طبعا باللي انت وصلت له، وانا عارفه ان انت بتعمل كل اللي انت عايزه، مش محروم من حاجه ابدا. لا خالص. فهعرف منك كل ده، بس في الاول معلش ولاء، ممكن تكلميني الاول عن مبادره نص الوزن عايز يتشال؟ طب سيبيني بس ارحب بفريق عمل برنامج الجميل وقناه تن اللي بتحتضن كل مبادره بعملها من البدايه، بتبقى سبب رئيسي في نجاحها. اتفضلي. مبسوطه انا شفتك يا ساره وانا بتكلم معاكي. نص الوزن عايز يتشال هي كان اسمها اسم وجسم. من 3 شهور عملت مبادره اسمها اسم وجسم، بستهدف بيها البنات والستات. بتتكلم عن ايه؟ انت عايزه تخسي، انا هساعدك على ده. اقرب جيم من بيتك انا هقدم لك فيه. مش عاوزه هنعمل ماراثون ونجري. هديتك انا بقولك باختصار، انا بقلب لك 3 شهور زي ما بيقولوا كده بالبلدي. هاي بدانا نخس وبدات تخسري في وزنك فعلا. هديتك انك تشوفي انت كنت بتحلمي تبقي ايه قبل ما تتجوزي، او لو انت ما تجوزتيش انت نفسك تحققي ايه؟ نفسك تبقي كاتبه، نفسك تبقي رسامه، طب نفسك تبقي طباخه مشهوره. ايه هتساعديهم في ده كمان؟ طبعا انا معايا 3 كاتبات نازلين معايا معرض القاهره الدولي لكتاب 2019. لا بجد بعد الاشتراك. بعد الاشتراك. هي مش فاهمه، هي مش عارفه، هي انا مش عايزه اتوه منك، بس انا بقول لك اللي فيها اللي هو هي مش عارفه هي ايه، ولا هي نفسها تبقى ايه، ولا هي طموحها ايه. ده المصباح السحري. والله يعني لما يكون معانا محمود خس اكتر من النص في وقت قليل جدا طبعا هيحكي لنا. وبتقولي لي كمان بتحققي احلامهم، يعني كان نفسهم يبقوا ايه بقوا فعلا. انا العفريت بتاع. ايوه انت العفريت. جات لك الفكره ازاي يا ولاء؟ طب خلينا نكمل بس المبادره كده باختصار. فانا عملتها للبنات والستات، فلما الريس نصفني وفي منتدى شباب العالم من شهر ونص في شرم الشيخ قال نص الوزن عايز يتشال، ايه الاوزان دي؟ شباب وبنات الجامعه وزنهم زياده جدا. يا دكتوره رشا ضمن معايير الاختيار موضوع الوزن واشار للقضيه، انا غيرت الاسم. انا بستنصح شويه، غيرت الاسم من اسمه جسم لنص الوزن عايز يتشال عشان اكبر الموضوع. وبدل ما كانت بتستهدف البنات والستات بقت للشعب المصري بشكل عام. حضرتك هتخس هتبقى معانا، لو مش فاضي تروح جيم او مش قادر او طاقتك النفسيه مش مدياك انك تلعب واحد واثنين وهو وضغط، هنجري. وهو ده احنا عاملين ماراثون يومي. بنمشي كل يوم ساعه مد وبنجري نص ساعه. من كورنيش، احنا بدانا من الكورنيش من عندنا من عند سجن ثوره كده من ابراج الشرطه مقر المؤسسه لحد مستشفى السلام الدولي تقريبا. ماشي وبنرجع جري ايه نص ساعه. فاللي عاوز يجري معانا ماشي، اللي عاوز يجيب 5 6 مشتركين معاه في منطقته ونجري هناك عادي مفيش مشاكل. يعني محمود انت عرفت المبادره ازاي بقى؟ من عن طريق السوشيال ميديا، الفيسبوك. من على الفيسبوك السوشيال ميديا. ورحت وانا ساهمت في الموضوع كمان. انا اللي عامل ديزاين بتاع، انا جرافيك ديزاينر. فانا عملت الديزاين بتاع النص الوزن عايز يتشال وابتديت اكلم استاذ ولاء. طب أنا كنت عايز كان وزنك كام؟ انا دخلت المبادره كان وزني 103 102. اوكي. دلوقتي يعني من 90 ل 91. انا لسه يا يعني ولد. لا ده في قد ايه؟ طيب في وقت قد ايه محمود؟ يعني في اقل من 20 يوم. مش معقول. في اقل من 20 يوم فعلا كان الموضوع. في اقل من 20 يوم خسيت من 103 ل 90؟ في 20 يوم؟ في اقل من 20 يوم. استغرب الوقت على فكره. بصي حضرتك اقول لك على حاجه. احنا بنجري. تمام؟ منظمين اكلنا كويس، ما بنحرمش نفسنا من اي حاجه. هي دي بقى نقطه برضو انا مش عارفه ازاي يعني ما تخس كل الوزن ده في 20 يوم، يبقى اكيد انت حرمت نفسك. لا خالص. حرمان كبير. خالص. لا فيش. خالص مستحيل. اكلت ازاي؟ طب قول عملت ايه؟ هقول لك. احنا كنا ممكن
الاكل اللي بناكله مثلا البني ادم الطبيعي بياكل مثلا ثلاث وجبات فطار غدا عشاء. ثلاث وجبات بالنسبه لوجبه الغدا بالذات والعشاء. الناس بقى اللي بتاكل بالليل دهون وبتاكل بالليل مقليات أكل دسم ومقليات وفي الظهر برضو في الفتره بتاعت الغدا اللي هي تقريبا من الساعه 4 لحد الساعه مثلا 6 بالظبط. فده احنا نقلناه الصبح لانه بعد الساعه 5 الجسم بيبطل يحرق بالظبط. فاحنا ده الاكلتين اللي هم بالليل دول او في الوقت من بعد العصريه عدمتهم بقينا لا نقلناهم بس. الموضوع بدا ازاي بقى؟ في شاب يعني انا مش هقول على اسم اي حاجه بس هو شاب عطار ابن عطار فقال لنا على حاجه كده على وصفه وقال على النظام ده امشوا على الوصفه دي وامشوا على نظام الاكل ده كله انتوا واخدينه لحد الساعه كذا وما اعرفش الاعشاب دي تاكلوها كذا وكذا وكذا. فانا تابعت الموضوع طبعا مع دكتور وقال لي الموضوع سليم. طب والاعشاب دي ايه؟ طيب فدينا مش هقول الله مش هقول فدينا يا ولاده انت صاحبه مبادره يعني لا لا يبقى اعلان على هوا ولا حاجه. اعلان ليه يعني؟ دي اعشاب عشان طبيعيه وصفه هو بيعملها فبناخدها كده بالليل وطول النهار بناكل اللي احنا عاوزينه مع المشي وقبل المشي انا فعلا خسيت بس اعشاب طبيعيه جدا 100%. فعاوزه اقول لك النظام ده ريحنا جدا ونظم موضوع الهضم ولا طيب انا عايزه اعرف منك لو في حد مثلا مريض سكر مريض قلب مريض ضغط هل بتتعاملوا معاه بطريقه مختلفه شويه في سيستم تاني؟ اطباء التغذيه متطوعين معانا اتنين لحد دلوقتي. انا مش ماشيه بالموضوع كده انا اعلاميه مش دكتوره فبيتابعوا معانا وبيتابعوا مع الحاله وبيتكلموا معاها وانت عايزه ايه وانت ناقصك ايه طب كذا على المستوى النفسي بقى انا عارفه انت اللي هو ايه انا مش عايزه اكمل اروح انا مديها البوش نتكلم ممكن بساعه ممكن اروح لها مثلا يعني هدى المشتركه الثانيه ولا انا متضايقه طب انت فين انا انت فين يا هدى انا في طب انا جايه لك نتمشى نجيب حاجه نروح ناكل في مكان نقول اي كلام المهم ان المشتركه بتاعتي ما تروحش مني افضل ورا. طب انت يا محمود اكتر حاجه حاسس ان هي ساعدتك جدا في انك تخسر الوزن ده في الوقت الصغير ده؟ بصي هو العامل الاساسي هو عامل نفسي تمام. العامل النفسي كان فارق معايا جدا. انا كان عندي مشاكل بالذات مع شكلي ووزني اكيد كشاب طبعا يعني انا شايف ان اكبر مشاكل بتواجه الشباب بالذات حتى في العلاقات العاطفيه كمان. حتى لنفسك يعني الواحد بيحب يشوف نفسه حلو قدام مرايه بوجه عام. الموضوع نفسي انا احتجت ده ومش عارف اعمله. طيب خلينا ناخد الموضوع نقطه 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 خلاص نقطة. موضوع نفسي في الاول مين اللي ظبط لك نفسيتك عشان يحطك على التراك او يحطك عند النقطه الصح؟ ايه ولا طيب اتعاملتي مع محمود ازاي لما جالك ولقيتي وزنه كبير هو بقى كسلان بقى خلاص يعني مستسلم تماما لوزنه عملت ايه معاه؟ كسل جدا زي ما قلت لك انا قادره اللي هو قوم هنمشي انا تعبت هنكمل مش قادره اجري هنجري ورايا حصلني مش قادره اجري هتيجي وهتمشي. طب في اليوم اللي بيكسل فيه وما بيجيش اصلا انا بزعله ولازم نمشي ولازم نجري بصراحه انا ما جيتش في يوم وقصرت انا كان ايه اللي خلاني اشترك في المبادره دي؟ لا لا على فكره انا هو فعلا اللي اكتر حاجه تعبتني كان اول يوم بس اول يوم هو بعد أول كده يوم. انت بقى ادمنت نظام حياه الموضوع بقى كان انا ظبطت كيمياء المخ مع الاكل ومع المشي. كنت سالتيني عن سبب المبادره ايه؟ سبب المبادره حاجتين انا عامله مبادره اسمها ابغض الحلال بوفق بين الازواج وبعض لما بيبقى في بينهم مشاكل قبل الوصول لمرحله الانفصال بعمر البيوت يعني ربنا يقدرنا على ده. فلقيت باختصار شديد ان حوالي 40 30 35% من مشاكل الزوج مع زوجته مش هي دي اللي انا قررت اني اكمل معاها حياتي وزن ولبس وبتاع لا مش ده اللي بشوفه في التلفزيون اسم الله عليك يعني انت بتكلمني وانت قرع وكرش ما علينا خالص على جنب. فقررت اني اساعد الست المصريه انها تبقى طب انها تبقى زي ما بيقولوا كده في البلد زي ما بنقولها احنا في الجيم فورتيكا ما فيهاش غلطه تهتم بجسمها وفي نفس الوقت يعني تعمل لها اسم وتعمل لها كده. ردود فعل السيدات او الرجال عموما تجاه المبادره هل في لحد دلوقتي مشتركين كتير؟ لحد دلوقتي احنا 12 12 كل حلقه في كل برنامج في كل قناه يطلع معايا مشترك او مشتركه تمام محمود منهم. النقطه الثانيه بنتي لاين بنتي وحيده وانا ما فيش امكانيه اخويا دلوقتي فلما بنخرج انا وهي عشان نتفسح يبقى في اطفال معاها في النادي فتلعب معاهم يجي الاب والام ياخدوا ولادهم يلا يا حبيبي يلا حبيبتي عشان نروح
مامي عملت ايه بقى؟ الاطفال يلعبوا معايا. قلت لها انا معاكي ونلعب ونجري. فقبل كده كنت وانا بجري وبتنطط معاها كنت بتتعبي وابقى مكسوفه من نفسي. دلوقتي انا بتمرجح جنبها على مرجحه الاطفال. برافو عليكي. قول لي طيب يا محمود، انت دلوقتي ازاي بتشارك معاهم في مساعده المشتركين الجدد في المبادره؟ ممكن اتكلم مع الناس على النظام الغذائي اللي احنا ماشيين عليه. العامل النفسي طبعا انا جربته فعارف ابعاده تأثيره كويس، فبيرمهم لي فابتديت اصدر الايجابيه بتاعه الموضوع، وان الموضوع بس في الاول هتحس ان هو صعب، هتحس ان هو تقيل، بس بعد كده هنلاقيك انت قدام وبتقول لنا يلا. بتسهلهم اول خطوه في المبادره، هي دي بتبقى اصعب حاجه، بعد كده الموضوع بيبقى ادمان، رياضه ادمان. انا نفس طويل يعني مثلا اي مشترك او اي مشتركه يكلموني في اي وقت انا برد بتابع. شكرا، انا بشكركم جدا جدا على وجودكم معانا النهارده، وان شاء الله موفقين في حمله او مبادره نص الوزن عايز يتشال، واشوفكم قريب ان شاء الله وتبقوا اكتر من كده بكتير. جميل يا ساره، جميل. شكرا ليك يا استاذه ولاء. ميرسي جدا ليك يا استاذ محمود. مشاهدينا لسه كلام البنات ما بيخلصش، هنسيبكم دلوقتي مع فقره خاصه جدا صورتها داخل مزرعه قطط وكلاب، هتعرفوا فيها قصه حب جميله جدا من نوع خاص قوي. بعدها على طول هنستقبل في الاستوديو ابو عبد الله الجزار، نعرف منه اللحمه الحلوه نجيبها منين ونقطعها ازاي وكمان نطبخها ازاي. Yeah.